السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، مصاحفكم فيت يا مشاوات؟ مصحف كل واحد من حضراتكم فين؟ أيوة ما شاء الله لك وتبلا. ما فيش حد جاهز كده على طول يوم طلعه من جيبه. طب أنا عايز مصحف. جزاك الله خير. اندونيسي. الله، ده بشرة خير. ما شاء الله ما شاء الله. لا والله ما شاء الله، ربنا يبارك. اخواني واحبابي في الله، النهاردة ان شاء الله باذن الله مع اخر درس باذن الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، مع الدرس الاخير في سلسلة تفسير سورة مريم باذن الله سبحانه وتعالى، عشان ان شاء الله باذن الله اسبوعين ونعمل الامتحان النهائي، وان شاء الله باذن الله ان الامتحان يعني لحقنا نخلص بتاع يعني الامتحان بدري ان شاء الله، يبقى اللي هيفوز بالعمرة ان شاء الله يطلع معنا في عمرة التربية 3 باذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة مع الدرس الاخير من سورة مريم، من اول قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اللي هو صاد 309 آية 59 في سورة مريم، صاد 309. يلا إخواني، من أول قول الله: فخلف من بعدهم خلف، يلا أخواتنا: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يلا يا جماعة كل واحد يمسك المصحف بتاعه، كل واحدة تمسك المصحف بتاعها. يلا إخواني خلاص جاهزين، ننطلق بإذن الله، ننطلق. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله النهاردة النص الثاني من سورة مريم، هناخده على بعضه مرة واحدة. إيه العلاقة بين النص الأول اللي احنا قعدنا فيه خمس مرات وما بين النص الثاني اللي احنا هناخده المرة دي بإذن الله؟ النص الأولاني يا جماعة، النص الأولاني اللي كان فيه قصة زكريا وقصة يحيى وقصة مريم وقصة عيسى وقصة إبراهيم وقصة إدريس وقصة إسماعيل وقصة موسى وقصة هارون، النص الأولاني قصة العظماء أولياء الرحمن، النص الثاني قصة أعداء الرحمن. وتنذر به قوما لدة. لدة، تخيل لما واحد والعياذ بالله يتخذ ربه عدو اللدود، والعياذ بالله، لما واحد يبقى رسالة حياته أن يعادي من خلقه ومن يرزقه سبحانه وتعالى. تخيل لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة، اللدادة في الخصومة مع الله، المتمردون على الله. النص الثاني هناخد فيه أضاعوا الصلاة، خلف أضاعوا، الناس اللي ضيعت الدين، الناس اللي ضيعت الرسالة وضيعت القضية. النص الثاني: ثم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. هناخد العلمانيين، التوك شو، الناس اللي حاربت الدين وأثارت الشبهات ضد الدين. هناخد: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. خير مقاما، ده انتوا الأنبياء بتوعكم سيدنا إدريس نجار وسيدنا زكريا نجار وسيدنا إدريس خياط وسيدنا موسى كان راعي غنم والحواريين كانوا صيادين، وانتوا احنا مشاوات، احنا اللي معانا الدكتوراهات، احنا اللي معانا النوادي الثقافية، احنا اللي عندنا النوادي الاجتماعية، احنا اصحاب العلاقات العامة المتميزة، احنا وجهاء البلد، احنا النخبة المتميزة. ويقول الانسان: واذا ما مت لسوف اخرج حيا. يعني ايه واحد بيقول لك ازاي؟ والعياذ بالله، الملحدين الذين لا يؤمنون بحياة اخرة، والعياذ بالله. ايه تاني في النص التاني؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. النصارى الذين يقولون الأب والابن والروح القدس، والعياذ بالله، وإزاي الكون كله بيرتجف من كلامهم على الله. إيه تاني؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. المشركين الضلالية. يعني يا اخوانا، يعني النص التاني ده، النص التاني بيتكلم، النص الأولاني كان بيتكلم عن زكريا يحيى عيسى عن أولياء الرحمن، النص التاني بيتكلم عن أعداء الرحمن، أعداء الرحمن. عشان كده النص الأولاني، أول ترابط ما بين النص الأول، النص الأول والنص التاني، إن النص الأولاني هو الفصل الأولاني، الفصل الأولاني
الفصل اللي ذبح فيه يحيى، الفصل اللي اتنشر فيه زكريا، الفصل اللي اوذي فيه سيدنا ادريس رفعناه مكانا عليا. بعض المفسرين قالوا اي رفع الى السماء، يعني سيدنا ادريس اوذي. سيدنا ادريس اللي انا قلت لكم وانا بشرح قصته انه مؤسس الحضارات البشريه، وان لا يوجد حضاره بشريه لا يوجد اسم سيدنا ادريس فيها او اشاره لسيدنا ادريس فيها. هو اللي علم الناس الطب، وهو اللي علم الناس الفلك، وهو اللي علم الناس. يعني سيدنا ادريس كان مؤسس حضاره دنيويه، طب يؤذى ليه؟ يؤذى لدرجه انه يرفع زي ما رفع سيدنا عيسى ليه؟ معناه ان اهل الباطل لن يقبلوكم يا اهل الدين حتى لو كنتوا نهضويين. معناها ان اهل الباطل لن يقبلوكم يا اهل الحق حتى لو كنتم تنمويين، حتى لو ضيعتوا طريق الدعوة وسبتوا الدروس الدعوية واصبحتوا مصلحين اجتماعيين، واصبحتوا بتوع نهضة وبتوع تنمية وبتوع اقتصاد وبتوع سياسة وبتوع اصلاح مجتمعي، لن يقبل اهل الباطل اهل الحق مهما كان. عارفين في الاخر كأنهم بيقولوا ايه؟ كأنهم بيقولوا لو الاصلاح هيجي من وراكم مش عايزين اصلاح، لو الدنيا هتيجي بسببكم مش عايزينها. شوفوا بيكرهوا اهل الدين لدرجة ايه؟ شوفوا بيكرهوا اهل الحق لدرجة ايه؟ ان سيدنا ادريس رمز الحضارة البشرية في بعض الاقوال ان الله رفعه في السماء، يعني هذا معناه انه تعرض للاذى في الارض بعد كل البصمات العلمية الدنيوية اللي سيدنا ادريس عملها للبشرية. عشان نفهم طريقنا، عشان نركز في طريقنا، عشان نفهم ان احنا لو ما واجهناش الواقع ونحن نقول اننا اهل دين واننا طلاب تطبيق الشريعة واننا ننتمي الى طريق الانبياء، برضو الناس مش هيقبلوا. عشان كده الدعوات الاسلاميه اللي حاولت تحور على الناس وتوهمهم ان ملهاش دعوه بقى بايه، بطريقه الدعوه الاسلاميه، احنا بتوع نهضه وتنميه، برضو الناس ما قبلوهمش، برضو اهل الباطل فضلوا يشنوا عليهم عشان يوقعوهم ويهدموهم. ليه؟ هم مش عايزين دين تحت اي صوره، اي حاجه عليها ختم الدين، اي حاجه عليها ختم الانتماء الى الله ما هماش عايزينها. يبقى النص الاولاني، الفصل الاولاني، الفصل اللي رفع فيه ادريس، الفصل اللي ذبح فيه يحيى، الفصل اللي اتهمت فيه مريم في شرفها، الفصل اللي حكم فيه على ابراهيم بالاعدام حرقا، النص الثاني، الفصل الثاني بقى، الفصل الثاني الاخروي، الفصل اللي المؤمنين يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، الفصل اللي هيرود الظالم اللي ذبح سيدنا يحيى ونسوق المجرمين الى جهنم وردة، وهو بيتساء زي البهائم لجهنم عشان يترمى خالد مخلد فيها والعياذ بالله. النص الثاني، الفصل الثاني يا جماعه، اللقاء الثاني بتاع يوم القيامه، بس بعد ما تبدلت الاوضاع. اللقاء الثاني، الفصل الثاني، ابو جهل وابو لهب وهم بيتنزعوا ويترموا في جهنم قدام اتباعهم واوليائهم. الفصل الثاني، يا ترى المشهد الثاني لسيدنا يحيى هيبقى شكله ايه ورايح الى وفد المتقين اللي هيلقوا الرحمن؟ يا ترى المؤمنين اللي صبروا على الطريق هياخدوا ايه؟ واعدائهم اللي عدوهم يا ترى هيروحوا فين؟ ده الفصل الثاني. الترابط الثاني ما بين الجزء النص الاولاني من الصوره والنص الثاني من الصوره، ان النص الاولاني هو عطاءات الرحمن لاوليائه، النص الثاني هو عقوبات الرحمن لاعدائه. النص الاولاني عطاءات الرحمن لاوليائه، لما تيجي تتدبر في كميه العطاءات اللي موجوده في النص الاولاني عقلك يتوه. من اول كلمه ذكر رحمه ربك عبده، من اول نظرة الرحمة من ربنا العبد من عباده وسيدنا زكريا لحد قول الله خروا سجدا وبكيا، كمية فتوحات وكمية عطاءات وكمية كرامات وكمية معجزات وكمية فتح وكمية مدد لا يمكن ان يتخيلها احد. النص الاولاني بيبهرك بعطاءات الرحمن لأوليائه. النص الثاني بقى، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ناخد المشهد اللي يرتجف له القلب الحي ده الوقت، عقوبات الرحمن لأعدائه المتمردين على الرحمن. ايه العلاقة بين النص الأولاني في سورة مريم والنص الثاني؟ تالت حاجة، ان النص الاولاني بيتكلم عن المقبلين على الرحمن، الناس اللي عاشت عشان ربنا، والنص التاني بيتكلم عن المتمردين على الرحمن، الناس اللي عاشت عشان تحارب ربنا، الناس اللي كانت رسالة عمرها ان الدين يتلغى من الارض، الناس اللي ضيعت الدين، الناس اللي حاربت اهل الدين. ايه الرابط الرابع ما بين النص الاولاني والنص التاني؟ النص الاولاني اتكلم عن قوة الانبياء في دعوتهم، الانبياء كانوا اقوياء قد ايه في الدعوة بتاعتهم. النص التاني يا جماعة
حرب عالمية دعوية شاملة. النص الثاني كأن رشاش واتفتح. النص الثاني ثورة دعوية في غاية القوة. النص الثاني بيتكلم عن 6 أنواع من أهل الضلال. النوع الأولاني أضاعوا الصلاة، الناس اللي ضيعت الدين، أهل الدين اللي ضيعوا الدين، وهو مكتوب في البطاقة مسلم، وهو اللي ضيع الإسلام، وهو اللي ضيع الدين. النوع الثاني ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، الملحدين، الملحدين والعلمانيين وبتوع التوك شو. ليس على سبيل التفصيل ولكن على سبيل الإجمال أقصد الذين يحاربون الدين بالشبهات وبرضه في البطاقة مسلم. النوع الثالث خدوا بالكم، يبقى دول مسلمين بس ضيعوا الدين، ودول ملحدين وعلمانيين. النوع الثالث وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يبقى ده النوع الثالث. دول مين؟ دول مجانين الدنيا يا جماعة، دول مجانين الدنيا، دول الناس اللي لهم مقاييس عجيبة جدا في الحياة، أقولها لكم الوقت إن شاء الله. لهم 4 مقاييس. أول ما واحد من حضراتكم كده أو واحدة منكم تقف قدام واحد منهم أو واحدة منهم هيبص على 4 حاجات فيك، ال4 حاجات الآية ذكرتهم، 4 حاجات هيقيمك بيهم فورا فورا. لن يقيمك بدين ولا بقدر ما تحمل من الحق ولا بعظمة الرسالة اللي انت بتدعو اليها نهائي. دول ناس ممسوحة بل هم منها عمون، دول ناس الدنيا عمتهم. هو بيقيمك ب4 حاجات اللي ربنا قال عليهم خير مقامة احسن ندية احسن اثاثة ورئية، ال4 حاجات دول. النوعية الرابعة أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. دول نوعية الوهم القاتل بقى، نوعية اللي افتكر ان لان ربنا مديه في الدنيا فهو ده الصح، نوعية الانسان اللي الشيطان لعبه كورة، اللي الشيطان هيقله ان الدنيا هي كل حاجة وان لو ربنا رضى عنك هيديك الدنيا، بلام ربنا اداك الدنيا والملتزم اللي بيدعوك فقير يبقى هو ربنا غضبان عليه، انما انت ربنا راضي عنك لانك انت انسان كويس. النوع الخامس اللي هو قول الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، اللي هم من المشركين عباد هبل ومناه. يبقى خدنا لحد الوقت أضاعوا الصلاة، المسلمين اللي ضيعوا الدين رغم انهم في البطاقة مسلمين. النوع الثاني الملحدين والعلمانيين. النوع الثالث عباد الدنيا ومجانين الدنيا. النوع الرابع اللي الشيطان هيقله ان رضا ربنا وغضب ربنا على حسب ربنا عمل له ايه في الدنيا، هو ده المقياس بتاعه. النوع الخامس المشركين عباد الاوثان والاصنام والابقار والفئران. النوع السادس وقالوا اتخذ الرحمن ايه ولدا، النصارى، النصارى اللي قال لك مش عارف عيسى ابن الله وتعالى الله عما يقولون له كبير. ايه الرابط ما بين دول يا جماعه؟ مال الملحدين بالمسلمين الذين فجروا والعياذ بالله، وعلماء السوء الذين فجروا والعياذ بالله، بالملحدين بالمشركين بالنصارى بالعلمانيين، مال كل الكوكتيل ده على بعضه؟ النص الثاني من الصوره بيفتح النار على اهل الباطل كلهم. النص الثاني من الصوره ثوره دعويه على كل اشكال الباطل على وجه الارض. طب وبعدين؟ طب ما ناخدهم واحد واحد عشان ما هم ما مش كل دول يقوموا واقفين لنا مرة واحدة ما نقدرش نواجههم. ما فيش الكلام ده، الباطل كله ملة واحدة، لا فرق بين بيريز ونتنياهو، كله واحد، كله ماركة واحدة، كله. عشان كده ربنا يقولك ايه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ده واو، دي واو عطف، يعني معناها ان 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 معطوف على ما قبلها. ده ما قبلها ربنا بيقول سيكفرون بعبادتهم، ده بيتكلم عن المشركين، انما دي ربنا بيتكلم عن النصارى. هو ايه علاقه يا ابني؟ هما الاثنين واحد يا ابني، عباد البقر هما البوذيين، هما الوثنيين، هما النصارى، هما اليهود، هما الملحدين. يا ابني كله بيعبد هواه، يا ابني كله ضال، يا ابني كل دول اللي هيمشي ورا. عشان كده كل دول في الاخر يحطوا ايدهم في ايد بعض ضد ملة واحدة بس وهي الاسلام. عشان كده العالم كله بيعادي ملة واحدة بس اللي هي الاسلام. ليه؟ لان الباطل صار يدا واحدة امام ملة واحدة الحق وهي الاسلام. يبقى النص الثاني ثورة دعوية. طيب تعالوا يا جماعة ندخل في النص الثاني. قلنا سورة الرحمن ذكر فيها اسم الرحمن مرة واحدة، انما سورة مريم ذكر فيها الرحمن 16 مرة. في النص الاولاني من سورة مريم ذكر الرحمن 5 مرات، في النص الثاني ده هو رغم ان هو اصغر بكتير من النص الاولاني ذكر 11 مرة اسم الله الرحمن. يعني ايه هو اسم الله الرحمن يا جماعة؟ اسم الله الرحمن ده بيذكر في اشد ايات الرحمة وبيذكر في اشد ايات العذاب. ليه؟ معناه ايه؟
اسم الله الرحمن معناه اللي لو رحمك هيوصلك بما لا تتخيله من الرحمات، ولو قطع عنك رحمته كل شيء اتقطع عنك، كل شيء. انت بقيت اقل من اللي مرمي في الشارع حافي عاري لو شال منك رحمته، لو نزع عنك رحمته. عشان كده هنشوف في النص التاني رحمات غامرة، وهنشوف في النص التاني فعلا لما الرحمة بتتنزع والعياذ بالله مشهد يقشعر له القلب لما الرحمة بتتنزع، لما ما عادش فيه مخلوق يرحمه، لما ما عادش فيه سبب واحد من اسباب الرحمة في حياته ويتعرض لهذا المصير، شيء صعب جدا. يلا نبدأ مع المجموعة الاولى، يلا نبدأ الحرب الدعوية بتاعتنا، يلا نبدأ الثورة الدعوية الشاملة، يلا نبدأ القوة في مواجهة الباطل في الارض كلها، يلا نبدأ. فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعد من بعدهم اي من بعد هؤلاء العظماء، من بعد ابراهيم واسماعيل وموسى، من بعد العظماء الدين ده هم. فخلف من بعدهم خلف، خلف ديت يعني متخلفين، يعني ناس جابتنا ورا، يعني ناس جابونا للخلف. يعني اللي بيجيبنا ورا يا جماعه مش الدين، اللي بيجيب الامه للتخلف مش الدين، اللي جاب الامه للتخلف هم العلمانيين، اللي جاب الامه للتخلف هم تارك الصلاه، اللي خلى الامه دي متخلفه مش اهل الدين كما يروج العلمانيين، اللي خلى الامه دي متخلفه هو البعد عن الدين. شوفوا الكلمه خلف، كانهم جابونا للخلف، كانهم جابونا لورا. فخلف من بعدهم خلف، وخلف دي برضو من المخلفات. عارفين القمامة لما ناس ترمي القمامة الزبالة بتاعتها، دول مخلفات الأمة. المخلفات دي لو اتسابت هتبوظ الحياة كلها، عشان كده الناس دي هم سبب فساد المجتمع كله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا، خلف أضاعوا الصلاة، اللي ضيعوا الدين. هنا ربنا مش بيتكلم عن كفار ولا مشركين ولا عباد وثن، ده بيتكلم عن أهل الحق. ولكن لما أهل الدين هم يبقوا سبب في تضييع الدين، لما أهل الملة نفسهم هم اللي يبقوا السبب في تضييع دينهم والعياذ بالله، اضاعوا الصلاة. تعرفين يا جماعة معظم المفسرين بيقول ان اضاعوا الصلاة مش معناها تارك الصلاة، قالك اضاعوا الصلاة ده والعياذ بالله. ربنا يحفظنا يا رب اللي زينا كده، اللي واقفين بيصلوا ودماغهم في الشرق والغرب، اللي مش مركزين، اللي بيصلوا على سطر ويسيبوا سطر، اللي بيجوا قبل الاذان اللي بعده بخمس دقايق ويقوموا مصلين الصلاة اللي قبلها، اللي مضيعين حدود الصلاة، مش اللي سايبين الصلاة بالكلية. ياه، يعني انت ممكن تكون ممن اضاعوا الصلاة وانت ما انتش عارف؟ يعني انت ممكن تكوني بينطبق عليك الوصف لو انت مش عارفة؟ حديث مرعب، تلك صلاة المنافق. يا رسول الله مين ده؟ تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، يقعد يراقب الشمس كده، ضميره تعبه، ما صليتش العصر، طب اعمل ايه؟ طب انا حرام عليا لو المغرب ادى وانا ما صليتش العصر، بس مش قادر. فيقوم رايح قاعد في البلكونه كده وقاعد يبص للشمس، والشمس بتغيب، وهو قاعد يبص ومحبط ومش قادر يقوم، يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان، يعني خلاص الشمس دقيقتين وتغيب، يقوم قايم فازز ناطط، يقوم رايح متوضى بسرعه، قام فنقر اربعا زي ما الديك بينقر في الارض كده، يقوم مصلي اربع ركعات بسرعه قبل ما المغرب يدن، ويقوم بعد الصلاه الحمد لله، الحمد لله قدرت اصلي، الحمد لله يا رب، يا رب عني يا رب ان انا ما فيش ولا صلاه ضاع مني. ده النبي صلى سمى صلاته صلاه ايه؟ المنافق. ده ثلاث ارباعنا، ده ثلاث ارباع اللي بيصلوا، ده اسمه صلاة المنافق. امال يا جماعة اللي حالهم اصعب من كده دي يبقى اسم صلاتهم صلاة ايه اصلا؟ اخوانا الاية دي مرعبة، اضاعوا الصلاة، يعني انت ممكن، عشان كده الصلاة تلف في خرقة وتلقى في وجه من لم يخشع فيها، مش من لم يصليها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. اوعى تكون مضيع الصلاة وانت ما انتش عارف، اوعى تكون صلاتك صلاة منافقين وانت ما انتش عارف. امال صلاة المؤمنين اول ما الاذان يقول الله اكبر يسيب الدنيا يروح يقف بين ايدين ربنا بفرح وسعادة ويستشعر ايمانيات لقاء الله سبحانه وتعالى، هي دي صلاة المؤمن. ومال الصلاة دعاء، ومال الصلاة ذكر، هي دي صلاة المؤمن. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يعني ايه اتبعوا الشهوات؟ اتبع الشهوات دي يا جماعة مش فعلوا الشهوات، اتبع معناه ان الشهوات دي طريق، معناه ان الشهوات دي زحليقة،
اللي بيركب اولها هيجيب اخرها، هيجيب اخرها. معناه ان الشهوات دي مفيش حاجه اسمها انك انت هتجيب اولها ومش هتجيب اخرها. زحلقه اخرها يا اما نزيل مستشفى امراض نفسيه، يا اما واحد منتحر في وسط موسم المنتحرين في مصر والعالم كله، يا اما واحد عنده اكتئاب نفسي قاتل ومش عارف يعمل حاجه، يا اما انسان فشل في حياته. هي زحلقه ودي نهايتها. اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. يعني اتبعوا الشهوات يعني تعبوا عشان ياخدوها. اوعوا تفتكروا ان الشاب اللي بيشرب مخدرات ده ما بيتعبش. اوعوا تفتكروا ان الشاب اللي بيعمل العادة السرية ده ما بيتعبش وما بيتقتلش وما بيتحرقش من جواه وما بيتعذبش بالشهوة اللي عمل العادة السرية عشانها. اوعوا تفتكروا يا جماعة ان اللي بيدخل موقع ابحاثي ده مبسوط، ده بيوصل للاخر للياس من حياته وممكن ينتحر ويقول هي اللي دمرت له عمري. اوعوا تفتكروا يا اخوانا ان اللي ماشي مع بنت لا انسان سعيد وطاير ده في الاول بس، بعد كده الصورة كلها بتبان وكل النكد بيطلع عليه. يا جماعة اتبعوا الشهوات دي معناها ان الناس دي تعبت عشان تجيبها، ان الناس دي تعبت، ان الموضوع ده مش سهل. يعني التعب اللي انت بتتعبه عشان توصل لربنا، في ناس عشان المعاصي بتتعب قده 100 مره بس انت بتنال سعاده حقيقيه وما بينهاش. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ايه الغي ده بقى؟ الغي ده في اللغه الخيبه، يعني خبته في الاخر، يا خبته مش هياخد حاجه. والغي في اللغه الضلال، ضل. انما كلمه الغاوي في اللغه معناها ايه؟ يقول لك فلان ده غاوي، يعني ايه؟ اي حد يغوي. يعني ايه الغي؟ عكس الرشد. الرشد ان يبقى ليك خط سير في حياتك، انما الغي ان انت ما عندكش خط سير. يعني ايه؟ يعني انت خارج من الدرس النهارده بعد العشاء عندك خط سير، انا رايح اقوم الليل، فقام واحد صاحبك اتصل بيك، ايوه حماده يلا عشان نطلع على جمصه مثلا ولا نطلع مش عارف ايه ولا نتعشى، هتقول له ايه؟ لا 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 حبيبي معلش انا اسف انا مشغول النهارده، ربنا يبارك فيك، سلام عليكم. وعليكم السلام. انما انت خارج من الدرس ما قررتش حاجه، ما خدتش خط سير، ما ارتبطتش بالقران وحسيت انك عايز تروح تقوم الليل، ما عندكش حاجه معينه خارج ليها، اما اتصل بيك ايوه ميدو يلا حبيبي عشان نتعشى، طيران جاي لك، ايوه يا ابراهيم ده في حته ماتش كوره 3 دقايق وابقى عندك، ايوه يا عباس ليه؟ ما عندكش خط سير. اي حد يخرجك عن خط سيرك، اي حد يشدك لاي حد لاي حاجه، هي دي معنى الغي يا جماعه. الغي اللي ما عندهمش خط سير زي شباب الوقت كده، ما عندوش خط سير. شباب يطلع الالحاد يبرق في عينيه، تطلع العلمانيه تبرق في عينيه، تطلع الليبراليه تبرق في عينيه. شباب ما عندوش خط سير، ما هوش فاهم منهجه، ما هوش فاهم طريق الانبياء، ما هوش فاهم رسالته. عشان كده كتير وقعوا في الالحاد، كتير وقعوا في العلمانيه، كتير وقعوا في الزنا، كتير عندهم شبهات في وجود الله، كتير عندهم شبهات ضد السنه، كتير عندهم شبهات ضد الاسلام والعياذ بالله. هو مسلم ليه؟ ما عندوش خط سير. اي حد بيشده من ايديه وبيسمع لاي حد. يبقى الغي يا جماعه مش بس معناه وادي في جهنم، الغي مش بس معناه نهر في جهنم، ده الغي معناه الضلال والخيبه بتاعه الدنيا. الا من تاب وامن وعمل صالحا. الله اكبر، ده في باب مفتوح اهو. فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. ايه جمال كلمه ولا يظلمون شيئا؟ ان ممكن واحد عمل كبائر ولما التزم يقول انا عايز اعمل حسنات تعوض الكبائر. حبيب قلبي انت اول ما التزمت الكبائر ديت اصلا اتمسح رصيدها من عليك، وبقيت كل حسنه بتعملها برصيد ليك. يعني ايه؟ يعني خد بالك ان من كرم ربنا مع التائب انه ما بيخصمش سيئاته من رصيد الحسنات بتاعته. ولا يظلمون شيئا ولا ينقصون شيئا. انما التاني بقى اللي ربنا بيحاسبه التاني، فاخذه الله نخيل الايه؟ الاخرة والاولى. الاخرة الجديد والاولى القديم. ربنا لما حاسبه جاب له الجديد والقديم. يعني ساعات لما ادخل مصالح حكوميه والاقي موظفه قاعده تتكلم مع موظف ويضحكوا، اقول يا حبيبي يا حبايبي يا عيني، نفس منظر الولد والبنت في الجامعه بالظبط. ده معناها ان في كتير شباب وبنات لما سابوا الجامعه مش سابوا الاختلاط لانهم تابوا، ده لان ما عادش في ظروف. اول ما بيتقابلوا تاني مع بعض رجال ونساء في الشغل بتلاقي الاختلاط رجع تاني، ونفس منظر الجامعه رجع تاني. عشان كده في فرق بين اللي ساب واللي تاب، بين اللي ساب واللي تاب. اللي تاب ربنا بيمسح له كل اللي فات، انما اللي ساب ده حاجه تانيه، ده ده ده, ده يعني والعياذ بالله ده بقى لو استمر ربنا بيجيب له القديم والجديد.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب من غير ما نشوفها واحنا بنشتغل لها، من غير ما نشوفها. ايه اللي جابكم يا جماعه؟ ايه اللي جابكم غير طلب الجنه؟ طب انتوا شفتوها؟ طب انتوا شفتوا اي حاجه من اللي بنوصفها عن الجنه؟ ما شفتوهاش. طب انتوا شفتوا اي حاجه من الجنه من اللي في القران والسنه؟ ما شفتوهاش. امال ايه اللي جابكم؟ اليقين في ربنا ان انتوا نفسكم في الجنه. جنات عدن، ده جنات مش جنه واحده، انواع واشكال والوان. التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. الكلمة دي حس بيها اللي شغال في الدعوة الوقتي، وكل شوية لا أهل الدعوة بيتشتموا على النت، بيتشتموا في البرنامج الفلاني، بيتشتموا في المسلسل الفلاني، فيقوم يقول ده قمة النعيم ان انا اصلا ما اسمعش هذا الكلام، ان انا العذاب اللي احنا عايشين فيه بتاع شبهات اهل الباطل ضد اهل الحق ده ننجو منه. لا يسمعون فيها لغوا الا سلامة، سالم العرض محدش بيتكلم عليه، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. اشمعنى يا جماعة؟ هو يا جماعة ما فيش اكل في الجنة غير بكرة وعشية؟ بكرة وعشية يعني بعد الفجر وبعد العصر. هو يا جماعة ما فيش اكل في الجنة غير بعد الفجر وبعد العصر؟ ولا الاكل في الجنة 24 ساعة؟ ولا الجنة اوبن بوفيه 24 ساعة؟ امال اشمعنى ربنا علق الرزق على البكرة والعشية؟ لان دول في الدنيا كان وقت ايه؟ ها؟ كان وقت ايه؟ وقت العبادة، وقت الذكر، وقت التسبيح. فكأن ربنا علق نعيم الجنة على العبادة، كأن ربنا بيقول لك اه يا رب اعبد، يا رب ده احنا قاعدين نحارب ملحدين وعلمانيين ومشركين ونصارى وشباب ترك الصلاة، يا رب ده وقت عبادة، يا رب، يا رب ده البلد ولع، يا رب، يا رب ده الدنيا ولع، يا رب ده المجتمع، الاحداث السياسية والتغيرات الاجتماعية اللي فيه مهولة. يا عم اعبد ربنا يا عم، والله ما هي دروشة يا عم، والله لو ما عبدت ربنا ما هتقدر تستحمل الواقع، هتنتحر في الاخر. والله لو ما عبدت ربنا ما هتقدر تستحمل انك تشيل دين. هو من غير عبادة كان مرثد قدر يسيب عناق البغي؟ هو الصحابة رضي الله عنه، هو من غير عبادة كان ابو سلمة قدروا ياخدوا منه سلمة وياخدوا منه ام سلمة وبيهاجر وراح لوحده للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو من غير عبادة كان الصحابة استحملوا انهم يشيلوا دين واستحملوا انهم ينصروا الدين؟ يا جماعة معظم ابواب الجنة باسماء العبادات، باب الصلاة، باب الصيام، باب الصدقة، معظم ابواب الجنة ابواب عبادات. هو من غير عبادة هنقدر نواصل؟ عشان كده ربنا يقول لك جنات عدن التي وعد الرحمن ايه؟ ها؟ عبادة. عشان كده تلك الجنة التي نورث من عبادنا. عشان كده رب السماوات والأرض وما بينهما فإيه؟ فاعبده واصطبر لعبادته. عشان كده الآيات بتقولك اعبد ربنا، لازم يكون ليك حل في العبادة عشان ربنا يفتح عليك. اصطبر لعبادتي دي لما دورت على معناها لقيت انها لفظ حربي في المعركة، يقولوا للجندي اصطبر لقناتك، اصبر في مكانك، اوعى حد ياخد سلاحك، اوعى حد يشيلك من مكانك، اصطبر لعبادته. يعني في الف حاجة يا شباب هتخطفكم من العبادة، هيجيلكوا واحد ويقول لكم ده درواشة، خد بالك حبيبي، ده عالم دروشة بتوع اللي يقولك عبادة ده، الفكر مش كده. هيجيلك الف شبهة، هيجيلك الف شهوة، هيجيلك الف متغير سياسي يخلي مفيش دماغ ليك انك تسمع عن العبادة اصلا ولا تسمع عن الالتزام. هيجيلك ناس تقول لك الدين مش كده، الدين ان احنا نتكلم في السياسة ونتكلم. هيجيلك ناس تاخدك على الطريق ده. ربنا بيقول لك ايه؟ واصطبر لعبادته. اوعى حد يخطف قلبك من العبادة، اوعى حد يفتنك عن طريق العبادة، اوعوا حد يفهمكوا ان الدين ما هوش اساسه انك تبقى انسان عابد لله. صوام قوام، عايز بعد كده تجاهد اي جهاد من جهات سياسي، جهات اقتصادي، انما لازم تبقى عابد، لازم تعبد ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده شوفوا ربنا بيقول ايه؟ وما نتنزل الا بامر ربك. يعني ايه؟ النبي عايز الملائكه تنزل. يعني ايه؟ يعني الانسان في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده بيقول مددك يا رب، يا رب اهل الباطن اتجبروا قوي، يا رب، يا رب ما احناش قادرين عليهم، يا رب نزل ملائكه تخسف بهم، يا رب الملتزمين مضطهدين والدين مضطهد واللي بيتكلم كلمة الحق بيكمم فمه، يا رب يا رب نزل ملائكة لان احنا مش قادرين على اهل الباطل يا رب. فربنا بيقول له وما نتنزل الا بامر ربك. الملائكة دي والنصرة والمدد والحياة دي كلها لها حسابات بحكمة ربنا.
له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. عمر ربنا ما هينساكوا يا ملتزمين. اوعى تفتكر ان ربنا هينساكي، اوعى تفتكر ان ربنا هينسالك، ان انت في الوقت اللي كل اصحابك فيه يعصوا ربنا وانت جاي عايز توصل لربنا. اوعى تفتكري ان في الوقت اللي حاربت عشان تبقي ملتزمة ان ربنا هينسالك ده. اوعى تفتكروا ان ربنا نسيكوا. اوعى تفتكروا يا طيار يا اسلامي وانتوا شايفين اهل الباطل بيتجبروا، وانتوا شايفين اهل الباطل بيمنعوا اي باب من ابواب الخير. اوعوا تفتكروا ان ربنا سابكم. ربنا لا يمكن هيتخلى عنكم، ربنا لا يمكن هيسيب اللي تمسكوا بدينه في وقت الفتن، ربنا لا يمكن هيسيب اللي اقبلوا عليه في زمن الالحاد، ربنا لا يمكن هيسيب اللي اشتغلوا في الدعوة في وقت تهديد الباطل لأهل الحق، ربنا لا يمكن هيسيب الشاب اللي نفسه يقوم ويصوم، البنت اللي نفسها تلبس حجاب أمهات المؤمنين. ربنا مش هيسيبكم ولا هينسلكم اللي انتوا عملتوه عشانه، ولكن حكمة ربنا. شوفوا ربنا بعدها بيقول كلمة فتت الحجر، هل تعلم وما كان ربك نسيا؟ رب السماوات والارض وما بينهما. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ايه رب السماوات والارض؟ يعني يقولك رب الاسرة مثلا، انا رب الاسرة بتاعتي. طب لو دخلت بيتي لقيت طبق فيه 5 كيلو برتقال على تربيزة السفرة، يبقى مين اللي جابه؟ مين اللي جابه؟ انا. مش انا رب الاسرة؟ يعني ايه رب الاسرة؟ يعني المصدر الوحيد لأي خير في حياة الأسرة دي. طيب لو فتحت التلاجة لقيت 5 كيلو لبن و30 علبة زبادي و6 كيلو لحمة في الفريزر، مين اللي جاب الكلام ده؟ أنا. طب لو دخلت لقيت تورتاية محطوطة وشوكولاتة، مين اللي جاب التورتة والجاتوه؟ أنا. يبقى معناه يعني إيه رب الأسرة؟ يعني لو دخلت البيت لقيت أي حاجة يبقى اللي جابها مين؟ هو ده. فربنا بيقول لك رب السماوات والارض، يعني كل المليارديرات اللي في العالم ده يا جماعه انا اللي اديتهم الفلوس، يعني كل الناس اللي قاعده الوقت هتموت من السعاده والفرح انا اللي اديتهم السعاده، يعني كل الملوك والوزراء اللي قاعدين على كراسي انا اللي اديتهم الكراسي. يعني ايه يا رب؟ يعني بصوا للكره الارضيه، بصوا للكون، اي حد خد اي حد خد اي حاجه انا اللي اديتها له. يعني ايه يا رب؟ يعني اذا كنت اديت للي ما يستاهلش انه ياخد، مش هديكم انتم؟ مش هتولاكم انتم؟ ايش كنت اذا كنت اديت المال والكرسي والسعادة والشهرة والمتعة لناس كفرة، مش هديها لكم انتم؟ يا جماعة لازم نعرف. عشان كده رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. اعبديه عشان يديكي، اعبده عشان يفتح عليك. يا اخوانا والله اعظم سبب للفتح هو العبادة، اعظم سبب للاصطفاء هو العبادة. العبادة ايها الملتزمين، العبادة يا شباب، في الزمن اللي 500 واحد بيقول انه داعي الى الله وبيصرف الناس عن العبادة وبيقولوا للناس ان العبادة دلوقتي دروشة، ادي سورة مريم اهو. ليه شرحناها؟ ليه صوت يتبح بقالي 6 مرات في سورة مريم؟ عشان اقول لكم ان ده الدين اهو، مش دول الانبياء. انت حر عايز تسمع كلام اي واحد على الفيس بيقولك ان العبادة دروشة اسمع كلامه، عايز تسمع كلام كل الانبياء دول اسمع كلامه اهو، ده بالقرآن اهو طريق الدين. ولسه هل تعلم له سمية؟ في حد زي ربنا؟ لا. في حد في جلاله؟ لا. في حد في جماله؟ لا. في حد في غناء؟ لا. يبقى اعبده عبادة ما فيش حد عبدها للاله بتاعه، ما فيش عابد صليب ولا وثن عبدها للاله بتاعه، يبقى اعبده عبادة ما فيش حد عبدها للاله بتاعه. النموذج التاني بقى والحرب التانية، ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا. الملحدين بقى ان شاء الله باذن الله، حوار مع ملحد ان شاء الله تبقى الحملة الشبابية الجاية باذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يعيننا ان شاء الله باذن الله، ونبين للناس الضلال، الضلال اللي شباب كتير قوي فيها يا جماعة، الضلال امام اعظم حقيقة واضحة زي الشمس في الوجود كله، وهي وجود الله وصدق الاسلام. اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ يقولك عم الشيخ لوجيك باي لوجيك. يعني ايه لوجيك باي لوجيك يا ابني؟ ده اللي انت بتقوله ده هبل باي هبل. لوجيك باي لوجيك باي لوجيك، ما تبص يا ابني في الكون، مين اللي عمل الكون ده كله؟ ما تبص ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك. شوف بقى، مفيش حاجة في الدنيا بتفش غلي في اللي اعتادوا على الطيار الاسلامي غير الايات دي، والله يا اخواني
ما في حاجة في الدنيا كلها لما بقرأها بحس ان غلي اتفشخ، انا مش لاقي لفظ اعبر بيه، بحس ان انا قلبي هديش من النار اللي جواه على اعداء الاسلام اللي قاعدين باستثمار الاعلام يحاربوا في الاسلام. عشان كده لما لقيت في التفاسير ان الايات دي بالذات نزلت مرتين، نزلت في مكة ونزلت في المدينة، يعني اختلف في نزولها هي مكية ولا مدنية، قلت ايوة كده، لان النوعية دي بالتأكيد قابلت النبي في مكة وفي المدينة، فالايات دي تنزل في مكة وتنزل في المدينة. فوربك، شوف ربنا بيقول هيعمل ايه بقى في العلمانيين اللي حاربوا الدين، شوف ربنا بيقول هيعمل ايه في اللي بيشتمهم في ائمة الفقه وائمة التفسير عيني عينك، اللي بيشتموا في اعلام الامة عين عينك، في اللي بيشتموا اللي ممنوع على قناة انه يطلع داعية اسلامي بجد يتكلم عن ربنا، عشان تعرفوا ان الناس دي خايفة قد ايه، خايفة. طب ما تجيبوا الشيخ فلان، تجيبوش ليه؟ قاعدين تجيبوا فلان وفلان ليه؟ ما تجيبوش ليه؟ عشان تعرفوا الناس دي خايفة، عشان تعرفوا الناس دي عارفة ان في ناس اقوية في الدين بس لا يمكن يجيبوهم قدام الناس، يجيبوا نوعية تانية هم عارفين ان هيقدروا عليهم. عشان لما تشوف واحد ماسك البخاري ويقول لك استغفر الله العظيم، ده استغفر الله العظيم الكلام اللي انتوا عارفينه، لما واحد يشتم في السنة، لما يجيبوا الملحدين ويقولوا حرية الفكر انهم يقولوا كلامهم في الاعلام ويمنعوا الدعاء انهم يطلعوا في الاعلام، لما فوربك لنحشرنهم والشياطين او المشهد، فوربك الله بيقسم لنحشرنهم، خد بالك لنحشرنهم، لنحضرنهم، لننزعن، لنحن اعلم، الله بيقسم قسم ورا قسم ورا قسم ورا قسم. من الذي اغضب الكريم حتى يقسم؟ ده معناه ان ربنا غضبان، ده معناه ان ربنا سيعاملهم بغضبه والعياذ بالله. فوربك لنحشرنهم والشياطين، الصدمة الاولى انهم يوم القيامة يجوا لنفسهم مع الشياطين، مع ابليس، مع الابلسة في الحج، في التفويج المبدئي يجوا له نفسهم مع الشيطان، مع ابليس، لنحشرنهم والشياطين. ثم ده يا جماعة بتفيد انتقال رتبي، يعني ايه؟ يعني اللي بعدها اشد من اللي قبلها. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، هاتهم لي بقى، هاتولي فلان وفلانة وفلان 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 وفلانة والطقم بتاعهم والخمسمائة واحد فريق عمل اللي كان ورا كل واحد، هاتهم لي كده بقى. ثم لنحضرنهم، ضبط واحضار، هاتوهم حول جهنم، مش فوق جهنم، حواليها دايرة كده واقفين. عارفين لما اجيب 100 واحد عند فؤاد بركان واقول لهم استنوا اقعدوا بقى، هنتحاسب هنا بقى، الحساب هنا. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، جثي الجاثي ده على ركبته اللي عاد يصرخ ويتوسل ويستغيث ويتضرع، الكل بيستغيث، بس بعد ايه؟ بعد ايه؟ ثم لنحضرنهم، مش انتوا اللي كنتوا بتتجرأوا على ربنا؟ مش انتوا اللي كنتوا بتسبوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش انتم اللي كنتوا وتلاقيه قدامك طالع في برنامج عادي جدا ويتكلم عن الفكر وممكن يدي برنامج عن الصحابة وهو بيلف في مصر يقابل الشباب الملحد في كل بلد وعمل جلسات خاصة للشباب الملحد عشان يدعم الإلحاد وعشان يقوي الإلحاد. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. هم قاعدين كده دائرة، لأن النزع ده زي نزع الشجرة من جذورها، حاجة ضد مقاومة، معناها ان هم بيقاوموا مقاومة استقتالية، ده قدام جهنم، ده الموضوع ده كله قدام جهنم. ثم لننزعن من كل شيعة، الشيعة يعني لها علاقة بالاحتراق بالنار، يعني الناس دي كانت حاقدة نار على الدين. من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، أكتر واحد فيهم اتكلم عن الإلحاد مين؟ أكتر واحد فيهم حارب الدعاء مين؟ أكتر واحد منهم حارب الشريعة وشوه صورتها مين؟ أكتر واحد فيهم دخل الدنيا في بعضها قدام الناس وتوه الناس عشان يبعد الناس عن الدين مين؟ اكتر واحد فيهم فجر مين؟ ثم الاكتر واحد ده لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية، اكتر واحد قدامهم كده ويترمى في جهنم. ثم اللي بعدها اشد منها، لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية، اولى دي يعني اولويات، معناها ان الناس دي مترتبة، معناه ان اللي حاربوا الدين، ان اللي حاربوا الشريعة، ان اللي حاربوا اولياء الله، ان اللي حاربوا دين ربنا، الناس دي مترتبة يا جماعة. يعني ايه؟ يعني كل واحد معروف قال كم كلمة اتجرأ فيها على ربنا، اثروا الافسادي في الواقع، ومترتبين في الاستا كده. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها، واحد واحد بقى يتنادى عليه، واحد واحد، ده اللي بعده ودي اللي بعدهم وده اللي بعده. مفيش حاجة راحت عند ربنا يا اخوانا. لما داعية
يقول مليون كلمة كلها خير ويغلط في ثلاث كلمات، اخد الثلاث كلمات بتوعه اللي هو بشر لازم يغلط، وافضل ليل نهار اعرضهم ليل نهار اعرضهم ليل نهار اعرضهم، ده اجرام. طب والمليون كلمة اللي يقول كلهم خير سبتهم ليه؟ ثم تعال انت بقى اديني الاعلام بتاعك وانا طلع لك من كلامك 50,000 كلمة تخلي الناس تبصق عليك في الشارع. انما هو انت عشان معاك اعلام فاكر انك هتغلب ربنا؟ انتوا عشان معاكوا اعلام مصروف عليه مليارات الدولارات فاكرين انكوا اقوى من ربنا؟ خلاص شوفوا ربنا هيعمل فيكوا ايه، شوفوا ربنا بيعد ليكم ايه. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية. صلية دي يا جماعة الصلي في اللغة لما يكون في خروف عايزين يشوه يصلوه ازاي بقى؟ يقوموا حفرين له في الرمل المولع ويحطوا الجمر جوه البتاعة ويقوموا دفنين الخروف فالخروف يستوي وهو مدفون. يعني طريقة الصلي دي طريقة معناها ان في حاجة في جهنم كده اسمها مقابر جهنم، في توابيت في جهنم. يعني الاثار بتقولك يغلق على اللي بيعذب تابوت من نار ثم تابوت فوق التابوت والعياذ بالله، فيظن انه لا احد يعذب في النار غيره وهو اصلا حوالي ناس كتير، ولكن ده عذاب غير عذاب النار. اصلا يا جماعة في ناس فاكرة ان جهنم دي حريقة، حريقة ولعت كده والناس بتترمي في حريقة. لا يا حبيبي، جهنم دي فيها 1000 نوع عذاب غير عذاب الحرق، جهنم فيها عذاب الجوع، جهنم فيها عذاب العطش، جهنم فيها عذاب ان اللي بيتعذب فيها يشوف اهل الجنة بيتنعمهم وهيموت على بق مية منهم وما يقدرش ياخد. جهنم دي فيها عذاب ان يشوف نصيبه في الجنة اللي ربنا خلقه له من قبل ما يخلقه وهو بيتقسم على ناس تانية صالحين وكان المفروض ياخده لو كان اطاع الله. جهنم فيها عذاب نفسي، فيها عذاب اليأس، فيها عذاب الاحباط، جهنم فيها انواع عذاب كتير قوي 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 غير عذاب الحريقة. فتخيل ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية، يعني كأنه هيدفن في مقابر في جهنم والعياذ بالله، كأن جهنم فيها توابيت فيها مقابر. وان منكم الا واردها. يا نهار ابيض، ده ربنا بيتكلم على الملحدين، احنا مالنا؟ ده فجأة وربنا بيتكلم على الملحدين. الايات قامت بصلنا كلنا وقامت ايلينا خدوا بالكم انتوا كمان. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. يعني ايه؟ اوعى تفتكروا ان النار معمولة عشان الناس الوحشة بس، انما انت لو انتكست النار مش بتاعتك، انما انت لو عصيت. الاية دي اتقلبت حياة سيدنا مطلحة الانصاري، كان بيبكي لما يفتكرها رضي الله عنه. الاية دي صنعت صحابة اللي هي اية العبور من على الصراط، ما فيش ولا واحد منكم مش هيعدي من على الصراط وجهنم هتبقى تحتيه، يا اما ربنا يعديه يا اما يقع، لا يوجد طريق للجنة الا من على الصراط المنصوب على شفير جهنم. وان منكم الا واردها. اوعوا يا اهل الدين، اوعوا يا اهل الدين تقعدوا تقولوا للناس النار وانتوا ما انتوش خايفين منها. اوعوا تنسوا ان انتوا نفسكم ممكن تتعذبوا بيها لو عصيتوا ربنا سبحانه وتعالى. كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها ايه؟ جثية. نظر، ربنا ما قالش ونسقط الظالمين، مجرد ان ربنا سابه ما يقع. بس الكلمة الغريبة هنا جثية، يعني ايه؟ ده دخلوا النار خلاص، يظلوا الى الابد جاثين على ركبهم يتوسلوا الى الله ويستغيثوا بالله ولا يسمع لهم دعاء. جثية دي يعني واحد جاث على ركبته بيصرخ وبيتوسل ولكن خلاص لا يسمع له دعاء والعياذ بالله. يعني شوفوا المنظر بتاعه حتى جوه جهنم بقى شكله ايه والعياذ بالله. الفريق الثالث بقى، الفريق الثالث دول ناس ظراف جدا يا جماعة، دول ناس يا عيني النضارة السوداء عمتهم، دول ناس ما هم شايفين غير الدنيا، ما هم شايفين غير 4 حاجات في الدنيا بس، هي الدنيا عندهم ال4 حاجات دول. الفرق ما بين ده وما بين ده هو حظ كل واحد من ال4 حاجات دول. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا. استنوا بس انت، يعني خلينا نتكلم الاول بس الكلام الايه، يعني هو ده برضو بيقولك لوجيك بيولوجيك. يعني اي الفريقين خير مقاما؟ يعني ايه خير مقاما؟ يعني انا معايا دكتوراه من السوربون وده معاه ماجستير مش عارف منين وده معاه، انت حضرتك مين بقى؟ عرفني بنفسك كده، انا واحد جاي اكلمك عن ربنا. لا لا لا، عرفني بنفسك لو سمحت، لو سمحت انا عايز اعرف السي في بتاعك، لان
اهم حاجة عندي السي في بتاعك، انت معاك دكتوراه ولا لا، انت شغال، انت رئيس مجلس ادارة او رئيس جروب كبيرة او صاحب شركة كبيرة او راجل رأس مالي او راجل، انت حضرتك ساكن فين بالظبط بقى؟ انت ساكن في ارض الجولف ولا ساكن في حدائق المعادي ولا ساكن، انت ساكن فين بالظبط؟ يبقى اول حاجة خير مقامها، ده انتو ده نجار وده النبي بتاعكو زكريا نجار، النبي بتاعكو ادريس خياط، يبقى اذا اول حاجة الوضع الاجتماعي، اول حاجة يبصلك فيها الوضع الاجتماعي بتاعك والشهادات بتاعتك والمركز الاجتماعي بتاعك. تاني حاجة واحسن نادية، النادية اللي هو النادي، اللي هو العلاقات العامة بتاعتك، انت مين اصحابك؟ لو سمحت اديني الموبايل بتاع حضرتك كده، اديني الموبايل بتاعك لو سمحت، عايز افتح الليستة بس وريني مين اصحابك. الاخ فلان، مين الاخ فلان ده؟ والاخ علان، يا ابني مين اصحابك؟ انت تعرف ناس معتبر في المجتمع؟ انا اصحابي فلان ابن فلان الباشا وفلان اللي مركزه في البلاد كذا. يبقى تاني حاجة العلاقات الاجتماعية، العلاقات العامة. تالت حاجة وكما اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن وايه اثاثا ورئة. يعني اثاث، اثاث شقتك شكلها ايه، كم متر، الـ 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 الهول بتاعها والريسبشن والكوريدور بتاعها تشكيلته إيه؟ إيه, ايه هي فيلا ولا شقة ولا قصر، هي العفش بتاعك انت جايبه منين، الموبايل بتاعك ماركته ايه، العربية بتاعتك الموديل بتاعها ايه وموديل سنة كام. انت احسن واثاثة ورئية، رئية بقى اللي هو المنظر بتاعك، اللي هو ما الستايل بتاع لبسك، الستايل بتاع هدومك، الستايل بتاع مراتك، الستايل مراتك ستايل كده ومودرن كده ولا مراتك دي الشيخة فلانة، الستايل بتاع ولادك، المدرسة اللي انت مودي ولادك فيها، هو ده مقاييسهم يا جماعة. الناس دي ما تعرفش في الدنيا غير كده، ما تعرفش غير ان انت وضعك الاجتماعي ايه، علاقاتك العامة ايه، بيتك وسكنك وعربيتك ومحمولك شكلهم ايه. رابع حاجة شكلك والستايل بتاعك انت ومراتك واولادك شكلهم ايه. بعد كده نتكلم بقى، لو عندك الاربعة دول اكلمك في الدين، ما عندكش الاربعة دول انت اصلا ما ينفعش اخد منك دين. ليه؟ لانك انت صفاش، انت مش انسان كويس اصلا، انت ما انتش حاجة كويسة. تخيلوا ان في ناس دي مقاييسهم في الحياة، عشان كده ربنا بيقول ايه، قل من كان في الضلالة، يعني مش من كان ضل، من كان فينا يعني غرقان في بحر من الضلالة، من كان في الضلالة، يعني ومش من كان في الضلال، الضلالة التاء اللي بتضاف للآخر. انت مثلا لما اقولك الداعي الإسلامي الشيخ فلان، ولما اقولك الداعية، يعني التاء لما بتضاف لآخر الكلام في اللغة، من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، خليهم يدوسوا في الدنيا للنهاية. واحد ماشي في طريق انا عارف ان اخره والعياذ بالله ضياع، سيبه ماشي فيه، مفيش عقوبة اكتر من انك تسيبه ماشي في الطريق اللي هو فيه، حتى اذا رأوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا، اللي هو جهنم، واضعف جندا. شوف بقى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله، الاية دي بتنزل على قلبك زي البلسم. هما بيزيدوا في الفلوس يا جماعة، وبيزيدوا في المراكز، هما بيزيدوا، انما انت بتزيد في اللي اغلى من اي حاجة في الوجود، انت بتزيد في اللي هتسكن الفردوس الاعلى بيه، انت بتزيد في الايمان. لما تضحي عشان طلب العلم بجزء من سعيك في الدنيا، وبعد 10 سنين تلاقي واحد تاني طحن دنيا وكان زميلك في الدفعة، وانت نازل بلبس بسيط تجيب حاجة لبيتك وطالع تاني وتلاقيه معدي من قدامك بعربية 180 وماشي باشا، تقوم تبص له كده وتضحك، انت زدت في ايه وانا زدت في ايه؟ انت زدت في شهوات فانية. عشان كده بعدها ربنا بيقول والباقيات الصالحات خير، الباقيات كل ده فاني، كل ده منتهي، وكل ده لا يصلح ان يسكنه في الجنة، انما الباقيات الصالحات التي تصلح ان تسكنك في جوار الله في الفردوس الاعلى، خير عند ربك ثوابا، ثواب من حاجة عملتها فثبت عليك، يعني هتعود عليك بالخير في الدنيا والاخرة، وخير مردا، يعني المردود بتاعها في الدنيا والاخرة اعظم مردود. انما هو شوف عياله الستايل دول هيعملوا له بكرة، شوف مراته الموديل العالي دي هتعمل له بكرة، شوف العربية تنفعه بايه لو جاله سرطان، شوف الشهادة بتاعته. احيانا والله يا اخواني ابص لاهل الدنيا وانا ماشي في الشارع كده واحس انها هضحك،
او بضحك يعني، والواحد بيبقى خايف ان الناس تشوفه بيضحك عشان الناس ما تقولش عليه ان هو يعني ايه، يعني ممكن يكون مش يعني ما هوش مركز او يعني او يعني عقليا يعني ممكن يبقى فيه مشاكل. والله العظيم يا اخوان، والله منظر الناس في الشارع والله ضحك، جنون جنون. لما بشوف واحدة متبرجة ماشية وتبرج صارخ، هي انت عايزة ايه؟ انت فاكرة ان المنظر ده هيخليك سعيدة في حياتك؟ ساعات بقى مش بضحك، ساعات بعيط. مرة كنت مسافر وببص من بتاعة الاوتوبيس كده السوبر جيت وانا ماشي، فلقيت الناس داخلة ولقيت واحدة متبرجة تبرج غريب ومعرفش شكلها بس منظرها من برا، انا قعدت ابكي عليها. هو انت فاكرة ان اللي انت فيه ده هيخليك سعيدة؟ هو انتوا عقولكم وصلتكم؟ لما الواحد بيزور المقابر واقعد في المقابر كده واسمع صوت العربيات ده من وانا جوه، واسمع صوت الخناقات من وانا جوه، واسمع صوت اللي وابص على الابراج اللي طالعه من وانا جوه، هتقول يا ربي الناس دي مش عارفه تحسبها للدرجه ديت. هي الناس دي مش عارفه ايه اللي اهم من ايه، مش عارفه لو عايزه تعيش سعيده تعيش سعيده ازاي. انا مش بقول لا للدنيا، انا بقول ان الاقبال على الدنيا وترك الدين من اجل السعاده ده جنون اصلا. احنا دي مقاييسنا بقى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. احنا بنزيد يا جماعة، احنا بنزيد في اغلى حاجة في الحياة. اوعى تتكسر نفسيا قدامهم، اوعى لما تكون في مدرسة امريكان وصاحبك ولا صاحبتك يقول لك ده احنا عندنا ديش بارتي خطيرة، اوعى تتكسر قدام الكلام اللي عملنا الكلام ده وطلع لو طلع اصلا عادي يعني ما طلعش زي ما هم قاعدين يعملوا له البروباجندا بتاعتهم. اوعى تتكسر لما تلاقي اصحابك ده راكب عربيه شكلها كذا ودي راكبه عربيه شكلها كذا في الجامعه او في الكليه الخاصه اللي انت فيها. اوعى تتكسر، اوعى تتكسر لما تشوفهم. انت لازم يصعبوا عليك، لازم تعرف ان هم مساكين عايزين حد يفوقهم. انت قاعد تزيد بس في الحاجه اللي تستاهل. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه مرد، المردود بتاع اللي انت بتعمله ده في سعادتك وفي دنيتك وفي قبرك وفي اخرتك كله خير، انما المردود بتاع اللي بيعملوه ده والغفله اللي هم فيها للاسف الشديد هيكوا بالنار بتاعتي. عشان كده يعني الصفحه اللي باقيه ان شاء الله باذن الله ركزوا معايا عشان نخلص كل نوع من الثلاث انواع الجايين في ثلاث دقائق بالظبط باذن الله. النوع الرابع ايه 77، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. اطلع لأتين ايه مالا وولدا، ده بقى بيقسى ربنا اداني في الدنيا يبقى راضي عني، ما ادانيش يبقى غضبان عليا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني انت بتعصي ربنا وبتقول ربنا هيديني في الدنيا، فربنا بيقول له كلا ده انت هتتنسف في الدنيا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. انت فكرك انها تفضل كده حلوه معاك طول ما انت بتعصي ربنا؟ ده انت عقوبات معصيك دي هتتنزل في الدنيا قبل الاخره. ونرثه ما يقول وياتينا فردا، يعني ايه يا جماعه؟ هي ديت بقى الوهم القاتل، الناس اللي الشيطان عايشهم في الوهم القاتل. تلاقي واحد يا عيني بنى برج كبير وعامل مول تحته ويقوم فتح ثلاث سينمات، اروح اكلمه حرام عليك حرام عليك، ده انت ربنا مديك عشرات الملايين عامل الثلاث سينمات ليه؟ اصل السينمات هي اللي تشغل المول. يا نهار ابيض، اذن تروح للكوافير الرجالي اللي بيحلق دقن تقول له تحلق دقن ليه حرام عليك؟ يقول لك اصل الدقن هي اللي هتشغل الشعر، لو ما حلقتش دقن مش هشتغل شعر. تروح لبتاع الكشك الحلويات اللي بيبيع سجاير، بيبيع سجاير ليه حرام عليك؟ يقول لك السجاير هي اللي هتشغل الحاجه الساعه والبسكوت، كل واحد هيجي ياخد علبه سجاير او سجارتين هياخد حاجه ساعه وبسكوت. تروح للبنت اللي بتحط مكياج، بتحط مكياج ليه؟ تقول لك ما انا مش هتجوز لو ما حطيتش مكياج، ولو انا متجوزه جوزها هيبص للبنات اللي متمكيشه ومش هيبص لي، طب ما تحط له في البيت. لا، لازم امشي في الشارع حلوه زيهم واعيش شبابي كده زيهم وابقى. الشيطان يا جماعه ازاي قدر يضحك على الناس؟ ازاي قدر يحسس الناس ان رزقهم مرتبط بالمعصيه؟ انه مش هيرزق الا لو عصى ربنا، ان رزقه معلق على معصيه. الشيطان يشوف يعني عارفين زي عماره مثلا وعليها اساسات، يوهم العاصي ان الاساسات بتاعت عماره حياته هي المعصيه، وانه لو ما عصاش زي بتاع العصير مشغل كاسيت. يا عم مشغل كاسيت ليه؟ انت يقول لك ده الكاسيت ده اللي بيرزقني، ده هو اللي بيلم الناس. يا جماعه الشيطان فعلا دي اخطر خطه بيعملها مع كل واحد مننا او كل واحده مننا، انه يهيئ لك او يهيئ لك ان
الحاجة اللي نفسك فيها من غير معصية مش هتيجي، والله ما هتيجي ولا هتنفع لو ما لغتيش وخدت وديتي وحسست الشباب انك بنت فري وما حدش هتجوزك يا بنتي لحد ما مفيش. هو لازم يوهم هذا الاعتقاد. ففي النهاية ربنا بيقول ايه؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مادة ونرثه ما يقول. يعني ايه نرثه ما يقول؟ يعني بالظبط كده وجاي يخرج من الدنيا، هات مفتاح الشقة، مفتاح العربية، مفتاح الشركة، دفتر الحساب بتاعك كله، هات هدومك بقى، حافي عار ترمي في القبر، نرثه. كل اللي كان معاه في الدنيا يتاخد منه ودخل الدار الآخرة. صدمة بقى لما يكتشف ان كل اللي كان عامل بنفسه بيه باشا اتاخد منه ونازل تحت التراب يتحاسب. ونرثه ما يقول، ويأتينا فرد لوحده من غير اي دنيا. النوعية الخمسة، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. المشركين بقى، المشركين، فربنا بيقول ايه؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، بتهيجهم. عارفين أزيز المرجل؟ عارفين لما حلة المية تغلي وتفضل من البخار المتصاعد الغطا يطلع وينزل بيغلم، والعياذ بالله على الحق. الشياطين جاية تخلوهم يغلوا كمان علينا، يعني الشياطين بتروح لأهل الباطل تخلوهم يغلوا على الملتزمين والملتزمات. طب يا رب ليه يا رب؟ يا رب طب ما تبعد الشياطين عنهم. ما تخافوش، اخرهم ايه؟ اولهم من اخرهم زي فران في مصيادة، هم في قبضة الله وفي هيمنة الله، لن يصلوا اليكم ما دمتم في ولاية الله سبحانه وتعالى. يبقى ما تخافش وانت مع ربنا سبحانه وتعالى. يوم فلا تعجل عليهم، ما تستعجلوش يا جماعة. اللي مستعجلين ان الوضع يتغير امتى؟ اللي مستعجلين ان دولة اسلامية تقوم امتى؟ اللي مستعجلين ان الفتن بقى اللي الشباب عايش فيها، ما الفتن ديت معظمها قرارات وتنتهي من حياة الشباب تماما. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدة، ده بيتعدلهم معصية معصية وبيتعدلهم ساعة ساعة بينهم وبين القبر. انما اخ من اخواني يعني الصبح بيقول لي ده البلد في تغيرات كبيرة وممكن يحصل مش عارف ايه وممكن قلت له يا ابني بص، هتقوم دولة اسلامية، هتقوم دولة ضلالية، هتقوم دولة بتاعية، احنا طريقنا واحد، احنا طريقنا طريق سورة مريم، طريق الدعوة الى الله، طريق التربية، طريق عبادة الله، طريق الجهر بكلمة الحق في وجه الظالمين، طريق هو ده طريقنا خلاص بقى. هو ام يمين ام شمال، احنا طريقنا واحد. عشان كده فلا تعجل عليهم، لا تنشغل بغير الطريق. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، اللقاء الثاني بقى، الفصل الثاني، والمتقين راكبين النجائب ورايحين الجنة. المفسرين قال لك الى الرحمن يعني الى الجنة. طب قال لا، طب ربنا قال الى الرحمن مش الى الجنة، بهو اعظم حاجة في الجنة هي رؤية الرحمن، اعظم حاجة داخلين الجنة فرحانين بسبب رؤية الرحمن. ونسوق المجرمين الى جهنم وردة، كل الظالمين بقى وهم متسقين بالكرابيج والصياط اللي من النار والعياذ بالله الى جهنم وردة. النوع السادس، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. النصارى بقى، لقد جئتم شيئا ادى، حاجة تقيلة فظيعة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ياه، مليار ونص نصراني بيعبدوا الصليب على وجه الأرض، مع كل مرة بيعملوا الصليب فيها الجبال هتتخر من مكانها والأرض هتتشق من مكانها والسماء هتقع من مكانها غضبا لله. وانت مش غضبان لله، الكون غضبان لأن ربنا بيعصى، الكون غضبان لأن حرمات ربنا بتنتهك، وانت مش غضبان. ازاي يا جماعة ان الكون كله عبيد لله؟ تكاد السماوات يتفطر، السماء هتتفطر، يقولك ده اتفطر من العياط، السماء هتتفطر من كتر الغضب لله ومن كتر إجلال الله. وتنشق الأرض، الأرض هتتشق وتبلع العصاة من الغضب لله. وتخر الجبال هدا، الجبال هتخر من مكانها من كتر يعني الغضب لله اللي هي فيه. الكون كله عابد لله يا جماعة، الكون كله بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. اشمعنى انت اللي ما بتعبدش ربنا؟ الكون كله بيغضب لربنا، اشمعنى انت اللي ما بتغضبش لربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي ان احنا نفهم ان كل ذرة حوالينا، كل ذرة حوالينا بتعبد ربنا، كل جرم في السماء بيعبد ربنا، كل طير في الجو بيعبد ربنا، كل موجة بحر بتسبح ربنا، كل كائن من الكائنات بيوحد ربنا. احنا اللي المشكلة عندنا احنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبل ولا بحر ولا رياح
الا وهن يشفقن من يوم الجمعة. كل الكائنات مرعوبة من يوم الجمعة ليه؟ لان اليوم اللي بتقوم فيه القيامة. والبني ادمين يوم الجمعة ده بقى ايه؟ ولا حد واخد باله. والكون كله مرعوب من يوم الجمعة لان يوم القيامة هيقوم في يوم جمعة. الكون كله خايف من ربنا. الكون كله ما من ملب يلبي يقول لبيك اللهم لبيك في العمرة الا لبى مع عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مضر. الحجر بيقول لبيك اللهم لبيك لما يسمع تلبيتك. لما يسمع تلبيتك الوقت الشاب ماشي مشغل الاغنية, يوم الشاب التاني واقف على الرصيف اول ما يسمع الاغنية ايه يتهز معاه هو كمان ويبدأ ايه يكررها, قلبه بيتجاوب معاها. انما الكون قلبه بيتجاوب مع اللي بيلبي وبيقول لبيك اللهم لبيك. الحجر بيقول لبيك اللهم لبيك واحنا ما بنقولهاش. وفي نهاية الصورة بعد كل الثورة الدعوية على كل انواع اهل الباطل, ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فوقوا فوقوا من الضلالات بتاعت العقيدة بتاعتكم قبل ان تخلدوا في جهنم ولا ينفعكم اي شيء. والعياذ بالله في نهاية السورة, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا الآية ديت بيقولك نزلت لما جم الصحابة يهاجروا للمدينة فما لهمش اصحاب. عبد الرحمن بن عوف ساب اصحابه شيبة بن ربيعة وعضة بن ربيعة وراحوا البلد موحشة. فلما تسيب الشلة بتاعتك لانك التزمت, لما تسيبي صحباتك لانك التزمتي, وبعد كده فنزل قول الله سيجعل لهم الرحمن ودا. كل واحد ساب عشان ربنا, كل واحد ضحى عشان ربنا. ربنا بيقول له هملى حياتك خير, هملى حياتك عطاءات, هملى حياتك. من اقبل على الله بقلبه اقبل الله عليه بقلوب الخلق اجمعين. انت بتدي ربنا قلب واحد اللي هو قلبك, وربنا بيديك قلوب الناس كلها, وربنا بيكرمك, وربنا بيفتح عليك, وربنا بيديك. وتلاقي اتنين بيعبدوا نفس العبادة ولكن ده مخلص وده مرائي. المخلص الناس تحبه وتقول سبحان الله اول ما بشوفه بفرح, والمرائي اللي محدش يعرف رياءه وتلاقي الناس كلها نفرة منه وكل الناس مرتبة فيه. والاتنين بيعبدوا نفس العبادة, والاتنين شغالين في الدعوة, والاتنين, ولكن سبحان الله العظيم سيجعل لهم الرحمن ودا, حبل من العطاءات المنهمرة المتوالية. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به بالقرآن المتقين وتنذر به بالقرآن قوما لدا. لما واحد يعتبر ربه اللي خلقه عدو اللدود, عدو الألد والعياذ بالله, يبقى ده ايه؟ فإنما يسرناه بلسانك. يعني تخيل كده انا لو جبت لك مثلا كلام المعادلات الفيزيائية اللي بنوا عليها القنبلة النووية وخليتك تبص فيها هتقولي انا مش فاهم حاجة. طب ما بالك ده كلام عالم فيزياء وانت مش عارف تفهمه. امال كلام مالك الملك ان انت قدرت تفهمه دي معجزة من ربنا, ان احنا قدرنا نسمعه ونفهمه دي معجزة من ربنا. وربنا يقول فانما يسرناه لتبشر وتنذر. انما اقوى اداة حصر في اللغة. يعني ايه؟ يعني انت وظيفتك الدعوة الى الله, انت وظيفتك انك بتبشر وبتنذر. اوعى تخرج عن خط سيرك, زي ما اتكلمنا عن العبادة من شوية. اوعى تسيب العبادة الوقت, اوعى تخرج عن خط سير الدعوة. اوعى مهما الباطل تجبر عليك, اوعى مهما الباطل استفزك, لان احيانا بيبقى مصلحة الباطل ان انت تصطدم بيه. اوعى مهما الباطل استفزك, اوعى, خليك ثابت على طريق الدعوة الى الله حتى يأذن الله وترفع راية الجهاد, ولكن وراء العلماء وليس وراء المتحمسين وليس وراء حد متحمس, وراء اهل العلم. لان انت عندك روح واحدة بتتاجر بيها مع ربنا, ما بتتاجرش بيها غير باللي انت موقن فيه ان ربنا راضي عن هذا. اخر آية, وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. وكم اهلكنا استئصال ياما من قرن هل تحس منهم من احد, شايفهم سامعهم. فين الفراعنة؟ فين اباطرة الرومان بتوع زمان؟ فين الممالك البائدة؟ فين اهل بومبيج اللي كانوا بيزنوا في الشوارع؟ فين كل ده راح؟ فين العلماء اكتشفوا قرى ميتة كلها بسبب فيروس من الفيروسات؟ فين الناس اللي عصوا ربنا؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ يعني ايه ركزة يا جماعة؟ عارفين يقولك فلان مركزه كبير,
فالكل بيرتكز عليه. يعني الناس دي في يوم من الايام كان الكل بيتسند بيها، راحوا فين؟ ويقول لك في الفقه الركاز، يقول لك زكاة الركاز اللي هي طالعه الوقت في الصعيد كتير قوي، يقول لك انا دورت لقيت ايه حته ذهب من ايام الفراعنه في الارض، فيقول لك ده ركاز يا عم الشيخ، فانا ليه حق ان انا اخده ولا مش ركاز؟ الركاز ثروات الذهب بتاعه الامم السابقه اللي من الاف السنين مستخبيه في الارض، سموها ركاز ليه؟ لانها ركزه في الارض ومستقره في الارض. فيعني ايه برضو كده؟ يعني الناس دي كانت ركزة في الكراسي، كانش حد يتخيل انهم يسيبوا الكراسي بتاعتهم، كانش حد يتخيل ان فلان الظالم هيتشال من على الكرسي بتاعه، ان فلان الظالم الشعب بتاعه هينفيه من المكان اللي هو فيه، كانش حد يتخيل ان الناس دي ممكن تتشال، او الناس دي اوعوا تيأسهم من ان ربنا يشيل اهل الباطل. عشان كده يعني مراكز الاسنان اللي هي الجذور اللي الدروس بتاعتك متبتة فيها، الناس دي متبتة في الكراسي، الناس دي محدش يتخيل انها ممكن تتشال ابدا. والركاز اللي بقاله الاف السنين راكز في الارض، الناس دي الناس معتقدة ان هيعدي 5000 سنة وهم لسه زي ما هم ومحدش هيقدر يشيلهم، انما الكلام ده باطل يا جماعة. وربنا يقدر يشيلهم، وربنا يقدر يبيدهم، وربنا يقدر ينتقم منهم. او تسمع لهم ركزة، الركز في اللغة اصلا يقول لك ركز الصياد، يعني ايه صياد؟ لما يجيب كلب بوليسي فالصياد بيعلمه، لما يبقى فيه فريسة الصياد يعمل له حركة كده مثلا، كده مثلا، يقوم الكلب يسكت خالص، وبعد كده الصياد اول ما الفريسه تبقى واقفه في مكانها وجاهزه ان الكلب يصطاد، يقوم الصياد يعمل ايه؟ كده حركه كده، ايه بيسموها؟ ايه بيسموها؟ ايه بيحبسك عليه، صح، بيعمل كده. اول ما يعمل كده الكلب يقوم منقض واخد الفريسه. يعني ربنا جايب اللحظه اللي قعدوا يخططوا فيها لاستئصال الحق، واللحظة اللي قرروا فيها ينفذوا تخطيطهم ويستأصلوه، هي دي اللحظة اللي ربنا بياخدهم فيها، هي دي اللحظة اللي ربنا بيستأصلهم فيها، هي دي اللحظة اللي عمرهم ما بيقدروا يوصلوا ليها. فتختم سورة مريم بعقوبة ربنا واستئصال ربنا لأعدائه. وأول آية في مريم إيه؟ تاني آية ذكر رحمة ربك إيه؟ عبده وزكريا. يبقى أول سورة مريم رحمة ربنا بأوليائه، وآخر آية في سورة مريم عقوبة ربنا لأعدائه. وأول سورة مريم سكون خالص، إذ نادى ربه نداء إيه؟ خفية، بس سكون المؤمن مع الله. وآخر مريم سكون خالص، هل تحس منهم من أحد أو إيه؟ تسمع لهم ركزة، بس سكون الإبادة الكاملة لأهل الباطل. فيتناسب أول السورة مع آخر السورة، ويتناسب بداية السورة مع خاتمة السورة، وكأن الترابط بيبقى من أول السورة لنهاية السورة. كنا مع سورة مريم يا جماعة على مدى 6 مرات، احنا قلنا 5 مرات بس، ولكن في مرة كان الناس فيها قليلين جدا بسبب ظروف سياسية معانا في البلد، فقلنا ان المرة ديت نراجع على الحاجات اللي فاتت. فعشان كده النهاردة انا جايب لكم معايا 3 مذكرات، انتوا توزع عليكم في الورش فوق وتحت، مذكرة الدرس الاول من مريم ومذكرة الدرس الثاني، ده مذكرة تفريغ الدرس الثالث. طبعا ده مش كتابة، ده تفريغ، يعني اخ او اخت جزاهم الله خيرا على النت، يعني جزاهم الله خيرا ابو كاتبين الكلام، يعني عشان بس يا جماعه حدش يتخيل ان ده مثلا ايه ده الكلام بقى اللي انا كاتبه في التفسير، لا، ده يعني مساعده من اخوانكم ربنا يبارك فيهم على موقع الطريق الى الله في التفريغ، ان يبقى معاك تفريغ للمحاضره او تفريغ تقريبي للمحاضره. فده تفريغ المحاضره الثالثه اهو، وده تفريغ المحاضره الرابعه اهو اللي هي قصه ابراهيم، المحاضره الثالثه اللي هي مريم وعيسى، والمحاضره الرابعه قصه ابراهيم، وده الدرس الخامس اللي هو كان درس المراجعه على 4 مرات اللي فاتوا، كاتبين لكم يعني ملخص ليه، وان شاء الله دول معانا نسخ منهم، نسخ محدوده طبعا، انتوا تصوروا من بعض بقى، هتتوزع على الورش، للي عايز يدخل المسابقه ياخد نسخه فوق وتحت رجال ونساء ان شاء الله باذن الله. والمره الجايه هيجي لكم المذكره الاخيره اللي هي بتاعه الدرس ده. يبقى الامتحان امتى يا جماعه بتاع سوره مريم ان شاء الله؟ ها الامتحان امتى؟ الجائزه الاولى عمره زي ما قلنا باذن الله سبحانه وتعالى. الامتحان امتى ان شاء الله؟ الاسبوع اللي جاي، لا الاسبوع اللي ايه اللي بعده العصر، يبقى العصر هنا باذن الله الاسبوع اللي بعد الجاي، يعني النهارده 12/12، النهارده 12/12، الاسبوع الجاي هيبقى ايه 19/12 صح؟ الاسبوع اللي بعده 26/12، يبقى ان شاء الله باذن الله الامتحان يوم الجمعه 26/12، يعني الجمعه اللي بعد الجايه عصرا بعد صلاه العصر في مسجد الجمعيه الشرعيه، بحيث ان الاخوه والاخوات اللي يحضروا الامتحان يمتحنوا ويقوموا بقى ايه يحضروا الدرس باذن الله. طيب
الامتحان هيبقى على ايه؟ الامتحان هيبقى على تفسير وحفظ سورة مريم. تفسير وايه؟ وحفظ سورة مريم بإذن الله. التفسير والحفظ منين؟ من المذكرات دهيت، ولكن بصورة سهلة غير معقدة، يعني هجيب كلام مباشر بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن تفسير، طبعا الحاجة الأساسية تفسير ابن كثير. تفسير ايه؟ ابن كثير، اي مختصر لابن كثير او تفسير السعدي. يعني بص، انا مش هعنتك في الأسئلة، يعني انا مش هجيب لكم أسئلة لو انت قريت من اي تفسير تلاقيها صعب عليك، انما لو انت قريت من ابن كثير ان شاء الله او السعدي هتلاقي الأسئلة ايه؟ مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا الامتحان امتى، وقلنا الامتحان منين؟ ابن كثير والسعدي، وتقرأ المذكرات ده بإذن الله. وقلنا الامتحان على ايه؟ على الحفظ والتفسير بتاع الصورة. وقلنا المذكرة الاخير، المذكرات ده هتتوزع فين؟ هتتوزع في الفروقيرة شوفوه تحت الوقتي كميات الموجودة منها، بالتالي 60 من كل مذكرة تقريبا بإذن الله. الاخوة والاخوات اللي داخلين الامتحانات ياخدوها، واللي ما كفاهمش يصوروها من بعض. طيب قلنا الجايزة، بنفكركم تاني ان شاء الله بإذن الله. طب قلنا مسألة الاخوة والاخوات اللي على النت، ان شاء الله بإذن الله برضو هنحرص ان يبقى لهم امتحان ايه؟ الكتروني مباشر في الوقت ده، امتحان يتحط ويتشال فورا، بحيث ان هم ايه وطبعا يعني هيبقى لهم تقييم يعني بالنسبة لهم، يعني ان شاء الله بإذن الله هيبقى معمول بطريقة، يعني ممكن يبقى امتحان النت معمول بطريقة محدش يعرف يلحق ان هو ايه يقرا من اي حاجة فيها بإذن الله. خلاص يا جماعة، يبقى ده امتحان سورة مريم قلنا. يا اخوانا تفسير سورة، يا جماعة احنا بقالنا شهرين في سورة مريم، وقفنا مرتين مع الصلاة في النص، ومرة مع بر الوالدين في النص وحقوق الوالدين. يا اخوانا بقالنا شهرين، يا بخته ويا بختها اللي فعلا استفادوا من الصورة، اللي هيروحوا يذاكر. انت مش بتذاكر عشان جايزة، اوعى تذاكر عشان جايزة، انت بتذاكر عشان تفهم كلام الله، عشان يبقى معاك صورة، يبقى معاك منهج، صورة شرحت لك منهجك، صورة ادتك خط سير في الحياة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لما انت يبقى معاك صورة متعلمة وتقدر تعلمها، وتقدر تدي منها خطبة الجمعة، وتقدر تدي كلمة، وتقدر توعظ اصحابك، وتقدر تتكلمي فيها مع صحباتك، وتقدر وفضله منة الله سورة مريم كلها معاني رقراقة، وكلها كلام عن الله والدار الاخرة، وكلها كلام يعني ينفع انك تتكلم فيه مع اي حد. يعني اذا احنا قدامنا فرصة يا جماعة ان احنا نطلع مع بعض طلعة، عشان من اول المرة الجاية بقى باذن الله غالبا هنقف مع قضية خطيرة جدا 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 بإذن الله، يعني نفتتحها كده المرة الجاية بإذن الله. طيب بالنسبة للتورتة دي بتاعت ايه؟ التورتة دي لو انتوا بصيتوا كده، ما حدش بص، التورتة دي يا اخواني عليها صور اربع بنات، صح؟ دي صورة تسنيم علي زيادة، تسنيم بنت اخونا باشمهندس علي زيادة اللي بيحفظنا قرآن ومع قراءة العشر، ودي صورة مريم محمد عبد المجيد مريومة، يعني ما شاء الله عروسة، يعني ما شاء الله يعني ده 9 سنين يعني مش عروسة ولا حاجة. ودي صورة مريم حازم شومان، صورة مريم بنتي. والصورة الرابعة متشالة مش عارف ليه، والدكتور احمد فين؟ الصورة الرابعة متشالة ليه؟ أنا يعني مفروض ان الصورة الرابعة تبقى موجودة. طيب عموما دي 3 صور اللي قدامي، احنا عاملين لهم الصور مطبوعة على التورتاية. طب عاملين لهم الصور ليه؟ كل البنات دول يا جماعة في رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي، كل البنات دول 9 سنين و10 سنين، عاملين لهم التورتة دي ليه؟ ها حد يتخيل ليه؟ ليه؟ لا لا، لان هم لبسوا الحجاب، لان هم لبسوا الحجاب. ومن النهاردة ان شاء الله هيبقى في تقليد في الدرس، كل واحد منكم بنته لسه في ابتدائي لبست الحجاب، او كل واحدة من اخواتنا بنتها، مش ابنها طبعا، بنتها صغيرة لبست الحجاب، تجيب لنا صورتها ويجيب لنا صورته، بس يطمن ان هو خلاص ان شاء الله ثابت باذن الله. هنعمل لهم تورتايه وهنطبع لهم صورتهم عليها، وهنعمل لهم حفله جميله وهنحتفل بيهم، لان الوقت الحجاب بيتعرض لخطر عاصف في مصر. الوقت الحجاب، فكر البنات كلها الوقت الحجاب ده كفاح يا جماعه والله. وانا جاي في العربيه مع مريم بنتي، فبتقول دكتور احمد سعد بقى وهو جاي معانا في العربيه، بتقول له انا حسيت ان انا بقيت انسانه ليا احترام لما لبست الحجاب. ما شاء الله، يعني ان بناتنا نوصل لهم الرساله. بتقول انا حسيت ان انا بقيت انسانه، يعني قال الكلام كبير بس انا مش عارف اقوله تاني، يعني كلام جميل.
ان احنا نحسس بناتنا ان الحجاب ده حاجة لها قيمة. اهو موجودين اهو بفضل ومنة الله موجودين، وبعد الدرس ان شاء الله هنحتفل بيهم وهنقطع التورتة وهندي لكل واحد من كل واحدة منهم حتة من الصورة بتاعتها، وبعد كده بقى التورتة هتروح فين؟ هتروح فين؟ في الورش ولا في الكرش ولا ايه بالظبط؟ هتروح فين؟ يبقى يا جماعة ان شاء الله باذن الله ده هيبقى تقليد عندنا ان اللي لبسوا حجاب هنعمل لهم تورتاية وهنطبع لهم صورهم على الايه؟ على التورتاية. ده بالنسبة لي التورتاية. بالنسبة لي العمرة يا اخوانا، العمرة دي على مستوى مصر. يعني اخواننا باذن الله سبحانه وتعالى في الدرس ما يعتقدش ان هو يجي بعد شهر مثلا يقول ايه انا عايز اقدم في العمره. ممكن اقول له انا اسف يا حبيب قلبي، هتقدم في عمره ايه؟ حبيبي اللي عايز يطلع العمره اخواننا واخواتنا يقول، استاذ بهجت معانا اهوت يقول، عشان ما نلاقيش مثلا اخواننا من الصعيد ولا من القاهره ولا من اسكندريه بيتصلوا واجي في الاخر الاقي الدرس اللي هو اهم ناس يهمني انها تطلع العمره، لان دي عمره تربويه، رايحين نعبد ربنا في مكه والمدينه 10 ايام، رايحين نتربى بالعباده، رايحين نطوف مع بعض ونقوم الليل هناك مع بعض ونعبد ربنا باذن الله ليل نهار مع بعض، رايحين نتربى. العمره دي كافيه لتغيير حياه اي انسان لو عملها صح، لو قدر يلاقي صحبة مشجعة تشجعه على العبادة هناك. عشان كده يا اخواننا دي فرصة من فرص حياتنا. العمرة دي ميزتها عمرة التربية ثلاثة ان شاء الله ان فيها صحبة صالحة. اخوانكم بفضل الله اللي ماسكين الورش هتلاقيهم معاكم ان شاء الله باذن الله، احنا هتلاقوا اخوة لكم اكبر منكم، هتلاقي اخوانكم اللي معاكم في الدرس باذن الله سبحانه وتعالى، هتلاقي اخوانكم اللي معاكم في الدرس هتلاقي معاكم. يعني العمرة دي انا عاملها اساسا عشان الاخوة اللي انا بربيها او الاخوة اللي احنا ماشيين مع بعض في طريق التربية. يبقى لازم تاخدوا بالكم من النقطة دي. يعني انا يعني لازم يا اخوانا تركزوا ان يعني تقدموا قبل ما الناس تقدم، بحيث ان احنا مثلا قلنا مثلا هم 4 اتوبيسات او مثلا 5 اتوبيسات مثلا، ما تجيش انت خلاص والله احنا اسفين ما عادش في مكان. ليه؟ خلاص ناس حجزت، هنعمل ايه؟ يعني لحد دلوقتي احنا ممكن نكون بنتباطأ في الاعلانات العامة عشان يعني عشان ندي وقت، ولكن اسرعوا يا جماعة لان خلاص يعني في خلال اليومين ثلاثة اللي جايين دول لو سمحتم ان شاء الله باذن الله اللي عايز يقدم في العمرة واللي عايز ما يضيعش الفرصة دي اضغط على نفسك يا اخي. يا عم ايه المشكلة اما ايه المشكلة اما تضغط؟ ايه المشكلة اما تعمل جماعة عشان تطلع؟ ايه المشكلة اما فرص يا اخوانا، دي فرص عمر، التربية دي فرص عمر. يبقى لما يضيع عليك بيئة زي دي، طب وبعدين؟ انا نفسي الدرس ده يطلع بقى، انا نفسي الدرس ده يطلع منه دعاء ودعايات بقى، نفسي تطلعوا بقى، نفسي ان يحصل طفرات تربوية تخلي المستوى يمتد في الدرس باذن الله سبحانه وتعالى. فالعمرة معمولة عشان كده، عشان تبقى برنامج تربوي لينا. استاذ بقى جت موجود ورا. طيب الوقت في خبر اخير بقى ان اخواننا ان شاء الله باذن الله في تحفيظ المحطات السبعة عاملين حفلة لتوزيع لتكريم الناس اللي امتحنت الامتحان اللي فات في المحطات السبعة ونجحت فيه او تفوقت فيه. الحفلة ان شاء الله باذن الله هيبقى يعني فيها فيديو قصير كده وفيها توزيع جوائز باذن الله سبحانه وتعالى. الحفلة هتبقى فور العشاء باذن الله سبحانه وتعالى. فاخواننا في الورش يعني يجتمعوا ويقعدهم باذن الله زي ما هم، واخواننا في الدرس كلهم يبقوا موجودين مكانهم عشان ان شاء الله نشوف موضوع المحطات السبعة بحيث ان احنا نفهم برضو الفكرة ونشوف اخواننا اللي بيتكرم. خلاص يا جماعة اوكي؟ في حاجة لسه عايزينها مني تاني؟ قلنا على التورتاية. خلاص احنا مريم عبد المجيد فين مريم عبد المجيد؟ تحت. طب فين مريم؟ طب فين تسنيم علي زيادة؟ فوق. طب فين مريم شومان؟ تعالى يا مريم شومان كده، احنا عايزين حضرتك تقولي لنا مشاعرك بعد ما لبست الحجاب. عارفه لو قلعتيها مريم هتودى ابوكي في داهيه قدام الناس. ايه هندفعنا لتمن التورتة؟ انا مالي. تعالي يا مريم. هي الكائن الصغير ده يا جماعة، هي دي مريم حزمان. لا بص يا مريم، انت قدام الجمهور واجه الجمهور بكل شجاعة. قولي لي احساسك ايه بعد ما لبست الحجاب، بس بجد يعني بينك وبين ربنا كده، يعني فرق معاكي في صلاتك؟ حسيتي بحاجة بينك وبين ربنا؟ حسيت ان انا فرحانة. حسيت ان انت فرحانة، جميل جدا. وحسيت بايه تاني؟ ايه مشاعرك؟
يعني تقولي ايه لكل بنت معانا يا مريم دلوقتي فوق او تحت لسه مش قادره تاخد قرار الحجاب؟ تنصحيها بايه؟ ان هي تلبس الحجاب. ليه بقى تلبس الحجاب ليه؟ علشان تبقى بنت كويسه. طيب يا مريم جزاك الله خير. انت تسنيم. طيب يا مريم تسنيم حاسه بايه بقى وانت لابسه الحجاب؟ حاسه ان انا مبسوطه. صدقني انا غلطان. طيب تنصحي يا تسنيم ايه كل بنت لسه ما لبستش الحجاب تنصحيها بايه؟ تلبس الحجاب. وهتحس بايه لما تلبس الحجاب؟ اسعد جدا. سعيده جدا. بتصلي يا تسنيم؟ اه. بتصلي يا مريومه؟ اه. طيب الحمد لله والشكر لله. طبعا يا جماعه ده الجيل اللي طالع ان شاء الله. ان شاء الله عندنا امل ان هو ربنا يجيب النصر على ايديهم باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويسددكم ان شاء الله. من اول الجمعه الجايه نبدا سلسله جديده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.